للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد. دكتور ماجد، بعد التحية، سنوات عدة بذلت فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة في قطاعي الصحة والصناعة وكافة القطاعات المختلفة، يمكن تفسير ذلك بماذا؟ بعد التحية لحضراتكم والسادة المشاهدين الكرام، بدون شك أن الدولة المصرية أولت قطاع الصناعة والتجارة الكثير من الاهتمام من خلال دعم الصناعة بكافة مستوياتها، سواء الصناعات الكبيرة أو المتوسطة أو الصناعات الصغيرة. الطفرة اللي حصلت في قطاع التصنيع كلنا شايفينها من خلال افتتاحات سيادة الرئيس للعديد من المصانع في مختلف المجالات ومختلف التخصصات، مصانع تتعلق بإنتاج منتجات جديدة مثل إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال إنتاج الكهرباء وتصديرها، أو ما يتعلق بالرمال البيضاء أو الرمال السوداء، أيضا ما يتعلق بقطاعات غير مسبوقة في الاقتصاد المصري، لم تكن من القطاعات التي للدولة والقطاع الخاص استثمارات فيها من قبل. وبالتالي مسيرة التكنولوجيا واستخدام آخر ما وصلت إليه تكنولوجيا في مجالات الصناعة واستخدام الخبرات أو ما يسمى بنقل التكنولوجيا من خلال شراكات مع شركات أجنبية عملاقة في مجالات متقدمة مثل ما يتعلق بإنتاج الشرائح أو الرقائق الخاصة بالهواتف المحمولة، أو ما يتعلق بإنتاج صناعات دقيقة وصناعات بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات، أو ما يسمى بالإحلال محل الواردات، أي إنتاج منتجات تحل محل الواردات المستوردة، وبالتالي توفير فاتورة الاستيراد، بالإضافة أيضا إلى أن الصناعة المصرية لديها مقومات نجاح قوية. مصر غنية بمواردها الطبيعية، غنية بالموارد البشرية ذات الكفاءات العالية. دكتور ماجد، مصر تمتلك كافة المقومات البشرية والتكنولوجية والصناعية، ما الذي يمكن أن تفعله وما تفعله الحكومة المصرية من أجل تعظيم الاستفادة القصوى وتحقيق العائد الكبير من التصنيع أو من الصناعة أو التواجد على الخريطة الصناعية الدولية؟ بدون شك أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للتنمية. الدول التي تتقدم من خلال تطوير الصناعة تحقق قفزات كبيرة في معدلات النمو، وأيضا زيادة الواردات من العملة الأجنبية وتخفيض فاتورة الاستيراد. وبالتالي الصناعة المصرية يمكن أن تكون في فترة من الفترات القادمة بإذن الله أحد أو أهم مصادر الدخل القومي، من خلال ليس فقط الإحلال محل الواردات وتوفير فاتورة الاستيراد من العملة الأجنبية، وإنما أيضا التصدير. وهناك صناعات مصرية رائدة في الأسواق العالمية، على سبيل المثال للحصر صناعة السجاد، هناك إحدى الشركات الكبرى تكتسح الجوائز في المعارض الدولية الكبرى في ألمانيا وغيرها، ويشار إليها بالبنان في الصناعات النسيجية. أيضا هناك صناعات الدواء، وأيضا الصناعات المتعلقة بالسيراميك والكيماويات. أيضا توجه الدولة إلى مزيد من الشراكة ما بين القطاع الخاص وزيادة دور القطاع الخاص ودعم القطاع الخاص لزيادة دوره في الاقتصاد، وأيضا زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع الصناعي، بالإضافة أيضا إلى مزيد من التشريعات في القوانين والبيئة التشريعية لتشجيع الاستثمارات ليس فقط المحلية وإنما أيضا الاستثمارات العربية والأجنبية. ولولا هذا لما أتت شركات كبرى عملاقة بدون ذكر أسماء إلى الاستثمار في الصناعة في مصر، لأن اليد العاملة المصرية تتميز بالمهارة ورخص التكلفة نسبية مقارنة بدول أخرى كثيرة، بالإضافة إلى وجود مزايا نسبية لكل محافظة من محافظات مصر، وبالتالي هناك محافظات تأخذ سمات معينة في صناعات معينة. إذا نستطيع القول بأن الدولة المصرية هيأت المناخ الآمن للاستثمار. على كل الأحوال، شكرا جزيلا ضيفي الكريم الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، شكرا جزيلا لك.